السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا بصحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا انتوا بتقولوا ده ايه؟ اول حاجة هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسم الله الرحمن الرحيم. عارفين ده ايه؟ اما اقرب لكم كده اهي، باينة اهي، دي ملوخية. الملوخية ما شاء الله مالية السوق ورخيصة مش غالية ما شاء الله. طبعا انا كنت جبت الملوخية وارطفتها وحبيت اوريها لكم، بس للأسف النور ما ادانيش الفرصة، فانا غسلتها ارطفتها الاول. هي كانت يعني واحد معدي جنبنا بيبيع التلاتة بعشرة، فقلت له لا خليها الخمسة بعشرة، قال لي ماشي، خدت خمسة ما شاء الله. ارتفتهم في يومين، ومثلا وانت قاعدة كده مش لازم تعمليهم كلهم مرة واحدة، لا انت بتعملي اكل برضو شوية شوية، يعني دلوقتي حبة بعد ما تخلصي تعملي كل شوية شوية لحد ايه ما بخلصتهم. بعد كده بتغسليهم اكتر من مرة، بتغسليهم كويس جدا، وبعد كده زي ما انت شايفة كده بجيب حتة نظيفة. اهم حاجة تجيبي حاجة نظيفة، حتة قماشة تكوني غسلها نظيف، مخليها للحاجات الحلوه دي دايما. وبعد كده بتفردي عليها الملوخيه دي وما تنشفهاش في الشمس، لا في الضله، بس تشغلي مروحه، يعني برضو ايه ما تشغليش المروحه دايرك عليها، لا يعني 5 دقايق كده ولا حاجه، وبعدين بتقلبيها من وقت للتاني، تفصلي المروحه وتشغليها مره كمان، يعني كل هي كده كده النور بيقطع يعني بيديكي راحه مش مشكله. ونصيحة برضو في النور لما يقطع ما تجريش تشغل التلاجة والكهرباء والبوتاجاز اسمه ايا كان بقى، لو انت عندك فرن كهرباء ما تروحيش تشغلي الحاجة بسرعة، بالعكس ممكن الحاجات تبوظ معاكي، لا اديها فرصة. عشر صراحة اصلا الجو حر، فبقول الحمد لله بتديها فرصة 10 دقايق كده ولا حاجة، بتكون الكهرباء ايه هديت شوية، لان ساعات ممكن الكهرباء تيجي سريعه، فعبال ما تهدى شويه بعد كده بتقوم مشغلاها تاني، تشغلها بقى بالراحه واحده واحده، برضه اشغل مروحه شويه واستنى شويه كده ولا حاجه اشغل التلاجة، يعني ما تشغليش كله ورا بعض او مع بعض، عشان الكهرباء ممكن في ثانيه تبوظ لك التلاجة، ممكن تبوظ المروحه. الله المستعان، يعني ربنا يعديها على خير ان شاء الله، وباذن الله تثبت بعد كده وما تقطعش تاني ان شاء الله. فانت ممكن تعملي شويه الملوخيه دول، وبدل ما تشتري من بره، للاسف الملوخيه بقت غاليه جدا الناشفه، فانت بتعملي الملوخيه اللي في البيت زي الفل. دي كانت خضره وجميله، هي نشفت خلاص بصي، بس عايزه تتفرم. انا طبعا هبقى اوريها لك وانا بفرمها، بتتفرم سهله جدا، ولا بالايد ولا باي حاجه، بس انا بسيبها براحتها يعني بديها يوم كمان. انت لو عندك هوا، طبعا ما فيش هوا للاسف الجو كله ولعه، فاحنا عشان كده بنسيبها تحت المروحه شويه بس كده، وايه بنديها يومين 3 ايام براحتها، بس من وقت للتاني بتفصلي المروحه تشغلهاش على طول بس، وبتقلبيها مع الوقت، بتقلبي الملوخيه احسن ما تشتري بره، يعني دول ما شاء الله حبه حلوين وبيطلعوا معاكي حبه حلوين برضه. اهم حاجه تغسليها كويس، واهم حاجه من ده كله برضو تصفيها كويس جدا، في الاخر بتطلعي ملوخيه ناشفه منتهى الجمال وطعم، وبتبقى خضراء جميله جدا وفي منتهى الجمال، ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه ولا بيكربونات، لا هي بتبقى خضراء وطبعها بيبقى بص طعمها بيبقى جميل بجد، هتعملي حاجه حلوه وهتشرفك قدام ضيوفك. اقول لك ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.